السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد ورجعت لكم بلعبه ارك سيرفايفل، الحلقه الاخيره من موسم ارك فالجيرو. واخيرا تقابلنا انا وياسر وقررنا نصور الحلقه الاخيره، فخلونا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تلاحظون اني كنت هنا في المنطقه هذه في اخر الماب. هذا الشيء هذا من ضمن ايش يسمونه حق ال نسيت اسمه، تصدقون حقت البوسات الارتفاكت، سي واحد من الارتفاكت هنا في المكان هذا. فزبنت انا اندسيت اختبأت في المكان هذا. ليش؟ لان ياسر زي ما انتم عارفين طب على بيتي وخذ ديناصوراتي اللي كانت في اللاكرات. يعني انا ما ادري كيف اللاكرات هذيك بقت حيه، اللي هي ستورج المخازن حقتي. كسرت البيت، هي كانت داخل البيت، كسرت البيت. كيف ما تكسرت اللاكرات؟ هي عرفت اللي فاونديشن وفي اشياء فوق، لما تكسر الفاونديشن كل شيء فوق يتكسر الا اللاكرات هذه، اعوذ بالله ما انكسرت. فسبحان الله من حظ ياسر انه راح هناك واخذ من ديناصوراتي، والمشكله انهم كانوا صغار بيبيز. بس لحظه، ما ادري، ما اتوقع انه سوالهم من برنت، والله ما ادري صراحه. عموما خذ من البيبيز، يمكن سوالهم برنت ضبطهم زبده، فصار عنده جزء من جيشي وتعادلت الكفه تقريبا. ها لا والله ما تعادلت، لحظه ما تعادلت، ما ادري كم عنده ديناصور. خلنا نروح البيت نشوف، انا ما ادري كم حط ديناصور. يا ساتر استر. اوكي مو بواجد، ما حط واجد، واغلبهم او بعضهم ما عندهم سدلات حتى. اوكي شوف، انا ما ابغى اتجسس واجد، لان يعني شوف حتى لو عنده جيش ما عنده جيش بيتصفق ما الخير. البيت حنا كسرناه وياسر ما قصر، كمل على المكان وقاعد هنا في البيت حقي. يعني يستفزني، عرفت شو اقول لكم؟ عرفت الذبانة المزعجة هذه كذا، اللي وانت قاعد كذا من حالك في شانك مروق وامورك طيبة، فجأة تجيك الذبانة هذه تقعد تدور تصفقها تروح شوي وترجع لك، تصفقها وتروح وترجع. هذا ياسر. مع احترام الياسر، بس في السيرفر ذا ياسر بالنسبة لي زي الذبان، يقلع ام القروشة. كل ما جيت من هنا طلع لي قروش حياتي شوي، مرة يسجني مرة يحط لي فخ هناك ما ادري ايش سوى، والحين ماخذ ديناصوراتي. فلازم نحسب الموضوع، لازم نمسح ياسر. خلها اوكي، انا استنس صراحة ان اخذ من جيشي، مع ان ذول الجيجا ما ادري يعني. اي اوكي شوف اللي بطنه برتقالي حقي، الجولم حقي بعد، يو نسيتهم انا. anyway انا قررت قرار يا عيال، بما اني مدرك السيرفر ذا، وهذا الكلام ما يبغى له نقاش يعني، هذا امر محسوم. بما اني مدرك السيرفر ذا قررت اني اروح. طبعا هذه الاشياء سويتها وخططت وجهزت انا، ما تشوفوني نمت هناك عشان الاوضاع. بس صراحة ما مريت البيت اشوف ايش سوى ياسر، لكن عموما قررت اني اخلي الجيش. اي وين الجيش؟ اي اوكي تشوفون الجيش هذا، قررت اني اخليهم مكانهم. طبعا تلاحظون تغيرت الاعداد، بعضهم تغيروا يعني، في اشياء اختفت. الحين بعلمكم ايش السالفة. السالفة يا طوال الاعمار والسلامة، تشوفون ديناصورات، خدت الجيجا. الجيجا ما راح انزلهم، ولا راح انزل ذولا الاكرو، ولا راح انزل ستيجو ولا تشانجون ما ادري اسمهم ذولا، راح انزل البراكيوسورس بس. عندي 6 براكيوسورس، ركبت لهم سدلات ولفلتهم. ايش السالفه؟ هلاو اجريسف يا شباب، ايش الازعاج هذا؟ دياب هنا واشياء غريبه. اي سطرهم بس خلاص. فاقولكم قررت اني انزل البراكيوسورس فقط على الجيش هذاك اللي هناك في الحوش. اذا شفت ان ياسر عنده جيش حاطه في الانفنتري ولا شيء يعني، ولا ها طلع فزعه، اطلع الفزعه اللي معايا انا اللي هم الجيجا. لكن كبدايه بنزل البراكيوسورس فقط، ابغى ادخل كذا الجزيره حقتي هذيك معاي 6 براكيوسورس بس، انا راكب واحد والباقي جنبي، وامسح ام بحرف السي. عرفت حركه هذه اللي توقف تضغط ام الورعيه اللي تحت؟ بسوي الحركه هذه وان شاء الله ان نمسح الجيش حق ياسر. الحين خلنا ننتظر ياسر نشوف هل هو موجود ولا لا. اوكي عيال، This is it. هذه الخطة يا عيال، بنهجم بستة براكيوسورس فقط لا غير. هذا ياسر قدام موجود، أقولهم all follow me، وبرضه أهم شيء إني أقولهم attack my target. حنا تعلمنا من أغلاطنا اللي راحت في الحروب اللي راحت، كنا نحطهم neutral، نحطهم aggressive، ونحط نقول attack the target، غلط. كل هذه كانت غلط، وبرضه هذا من ضمن الأغلاط اللي كانت تجيب فينا العيد دائما. وقر عني أنتوا ياه، لا حد ينشب فيني. راح نقولهم attack my target or حلوة or
اتاك ماي تارجت، اي هذه نقول لهم اتاك ماي تارجت، اي ضربه تجينا اي شيء يخشون كذا. فاونديشن اغراض الزبده يخشون، عكس النيوترال او عكس اللي تقول اتاك ذا تارجت، يروحون على الهدف هذا بس ويقعدون. اوكي جيشنا تعالوا يا شباب. شو نشب ذاك الغبي؟ اوكي اسمع اسمع الطبول حقت ياسر، انا مودي انا احشهم الحين بصوت التخويف. يا ولد يا ولد. السلام عليكم يا الحبيب. مايكك. السلام. اي اوكي. يا هلا والله. يا هلا والله. يا هلا والله. يا هلا والله. انا قلت مثل قبل شيء وابغى اعيد الحين. عرفت الذبان إيه؟ المزعج اللي كذا تطفشك تطفشك. إيه؟ كذا ما قاعد تاذيك بس انها تطفشك. ايه. هذا المثل انت الذبان الزبده. ابلشت حياتي يا اخي. عطيتني ملابس؟ عطني ملابس. اي ملابس؟ عطني الدروع حقتي خلاص. هذه حقتي. والله يبوي. والله تدفع ثمنها. ابوي اسمع. والله تدفع ثمنها. اصبر يبوي. ايش ابي ذا؟ ها وش اللي ها صاح انت يا ولد؟ ما تشوف ذولا هنا مو بعاجبينك. لا 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 بالله دقيقه، في واحد نشف في البحر بجيبه وبجي. استنى. تعال 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 تعال. ايش؟ استنى استنى بس خلنا نتاكد موجودين هم. واحد اثنين. والله يقلع من كبرهم ما اشوف. اي كلهم موجود. واحد اثنين. يا ولد تبيني اسوي كذا انت؟ تبيني اسوي كذا؟ لا 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 تبيني اسوي كذا؟ اخس هذا مو بصاحي صح؟ لا لا اي تراجع ورا ياسر شوي. تراجع ورا الله يعطيك العافية. شلته؟ والله كان بيمسح. والله كان بيمسح. وش ذي الصرخة يا أحمد؟ هذه زي الالتماسورس اللي كنت تزعجنا فيه زمان. يا ساتر يا اصبر. أول شيء هات عيالي هاتهم. أمسك. لا تهدد لي أنت الحين. ممنوع الرمي. اسمع احنا جينا نتفاهم هنا. ايه اتفاهم. حياك قدامي. تفضل. السلام عليكم. يلا تبي ترقصنا ولا ايش؟ تعرف شهاد الطبل هذه؟ اي وشي؟ تسمع الصوت؟ ابلع بس. ابلع. هذه طبول الحرف. احلف. هذه شنو؟ والله انا ما ادري ايش قاعد تسوي. ولد كيف عندك شيء هذي؟ دقيقة ما أدري. ناس تتفاعل في ال ما أدري داخل ذا ما أدري رقد سطر كف ولا شيء. قاعد أط الترايب حقي. لا وخر ما أبي الترايب حقتك. أعمل أنا شوف بقولهم باسف بس بعد شيء بفلتهم. ما راح أقولهم باسف. هذولي سويت حاجة هنا غلط. أيوة أنت خوفني بهذولي ياسر. خلنا نتفاهم. دقيقة بهذولي. دقيقة شوف السيرفر هذا مو بلك. ما راح تسوي فيه اي شيء. سمعت السيرفر هذا؟ شفت سالفة اللي يقول لك هذا اليوم مو بيومك؟ انت السيرفر ذا مو بسيرفرك. احمد تفضل ياسر. انت شلابس؟ انا مفسخ الصراحة. انا شلابس؟ دروعي لابس. دروعي هذي. ريح بس. ريلاكس شباب. ليس طويلا يا صغيري. ليس طويلا. اهم شيء اذا سطرتك ترجعها. دقيقة مين اطول واحد؟ ايش اطول؟ انا اقول ليس طويلا يعني الدروع ما راح تطول معك. اوكي. دقيقة عشان يكون فير فايت. اوكي ايوه. خلنا نشوف ايش كنت ناوي عليه انت. لا اوكي والله ما انت ناوي على شيء. ايش هو؟ هات الدروع بس. اوكي. اقول لك ان فاف نفهم صح. والله لقيت طلقه ترى ما كنت ناويها. لقيتها موجوده قلت والله لا اصفق ذا. يلا بقوم. كيف صحيك؟ يلا صح 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 النوم صح النوم. ايوه من اللي مفسخ الحين؟ شوف هذول ترى اتاك ماي تارجت ترى. وين؟ وش مين؟ الديناصورات اتاك ماي تارجت. كيفك؟ اوكي. يقلع ايش فيهم ذول نايمين؟
ياسر طولتها انت. رح رح اركب جيش. وينك 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 وينك؟ تبي تكهربني؟ اشوفك وينك؟ ما كهرب، ما عندي كهرب. تبي ترقدني؟ بتقدر انا هذا دقيقه بطق طقه ما تصدق ما حتنام. اوكي ترى استغربت ايش ايش بتنام؟ ما ادري والله. وقف وقف وقف، في سام في مخك. اشوفه تتفكرني ما اشوفه؟ امك اركد ياسر. لا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت والله. لا اقول له ما تاخذ ستارجت الحين. اوكي لا 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 سب 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 دقيقه دقيقه. هاي وقف والله، هاي وقف. تعال 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 تعال، فكنا من ذا. تبغى نحشه الحين؟ تبغى نحشه؟ مع السلامه. انحاش حقه. اس اس اس، لا تتحرك عشان نسمع. هلا احمد، تدور رحت؟ شفتك تدور رحت. الحين الجيش كله بيلحق. احمد هلا ياسر، جاهز الحرب انت ولا موجود؟ ايش فيك؟ لا تخاف، ما بيسوون شيء ذول. اوكي اي جاهز جاهز، اهم شيء لا تضربني او تضربهم. اي معي كذا، انا جاهز. شوف راح خليك تدفع الثمن انك اخذت عيالي ديناصوراتي واخذت دروعي واخذت. عطني 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 ذاك، عطني عطني الكمبانيين، عطني اياه. وش كمباني؟ ذاك الصغير اللي كان يطير جنبي سرقت علي. خليني انقلعون هذولي يا اخي، هذول لحقوني مالك شغل فيهم. يا اخي ابى اطق، ابى امزح شوي ما اقدر. لا 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 يا غبي. لا اح اح، تعال تعال. وش ثلاث الاف؟ وين ثلاث الاف؟ ما شفت شيء. زعلان من 3000؟ ما شفت شيء يا رجل. اقول الميدان، الميدان عندي. خلي 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 تفهم. تعال الميدان. تعال ها ها ها، لا تحرك. ها وينك انت يا ابوي؟ ذولا ما ودهم يوقفون. خلاص خلاص خلاص، وقفته. شوف بدون غدرات، بدون غدرات. اول انا شوف شوف، انا قلت لهم احمد نسى يغطي البيت حقه. ايوه انت غلطت فيها. جميل، بيت كبير مسكين في المستثمرين. الرابتر والله العظيم مسكين، ترى كنت مغطيه بس خلص الاليمنت مسكين حق الدروع. والله انك كسر خاطري، كسر خاطري الرابتر. قاعد صار ابغى يهجم. ايه لاني حاطه اجريسيف ترى. بس البيت ترى الشيلد وذا انا حاطها ترى، بس ان خلصت الاليمنت. شفت الاليمنت الوقود؟ اي عشان كذا انفتحت. وذول الاغبياء كنت حاطهم نيوترال، المفروض احطهم اتاك. انا بهجم عليك بالجيش حقك. شوف هذول اللي تربيتهم انت. شوف في واحد نادى. شوف يعني كل الفايت وكل الشغل اللي هنا كله شغلي انا، انت ما سويت شيء. كذا قصدي. خزي ولد، تعبت تعبت وسرقت. انا اوريك، انا اوريك، انا اوريك. لا تشيله، ممنوع. تعال اضرب اضرب. الله يقلع. ايوه اجريسف. اح اح، من اللي مات؟ من اللي ارد؟ باندا. يو يا ياسر، هجمتك الخايسة. يقلع ام الحالة، هجم وانا اسوي كول داون. لا 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 لا. اح جيجا مات. اضرب اضرب اضرب، كفو كفو، اضرب يا معلم اضرب. عطهم انا بعد، اضرب يا معلم اضرب اضرب اضرب. اوكي اتاك 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 ياسر، اتاك ياسر، اتاك ذا يا حبيبي انت وياه. شوف شوف كيف يمشون، شوف كيف يمشون، شوف كيف يمشون. اضربوه مات. قسم بالله كفو. ذا باقي ما مات. اهجم هجم على ذا، هجم على ذا. هي لحظه كيف ال اي هذا 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 اللي يخليهم يهجمون. ديم والله تدمج العيال. خلوه علي خلوه علي خلوه علي. يقلع ام الحاله والله. يهو بدا بدايه بعد ما ضربت الضربه.
ديم يعني ضربت الضرب هنا وصار وضعي في كول داون كذا جاء. ايوه ابغى اشوف بس ابغى اشوف ابغى اشوف. خله جاي خله هو جاي خله هو جاي. تعال شوف شوف شوف. ايوه بس 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 انتظرتك لين تجي عشان اقتل الخايس ده حقك الكوتزا. اوه ماي جاد قلت رقم بعد ياسر. تم المسح. شوف تم المسح. اسكت خلني اسمع. شوف انا ما ابيهم يقتلونك عشان اسفل فيك شوي. ما اقدر انا عارف حتى اذا مت بيصير في كول داون. اي برطمان من قارض عشان البرطمان. اوكي ياسر خلني استمتع بالنصر حقي شوي. تعال خلني اذلك شوي انا. ايوه مسالف أيوة. امي الورع في كريستال ارك ذاك اليوم. واحد حاقد. اطلع اطلع وينك وينك انت هنا زابن. اي طالع سباق راس ترى بدعسك الحين انا شفت هذا فكر انت. صراحة اشكرك على المحاولة يعني. اشكرك على المحاولة. كيف البراكيوسورس؟ ولد يقلع اشكالهم يا ولد. بس ضرب ضربة مسحوا كلهم الظاهر. يا ساتر الواحد بغى يموت تدري؟ اي شوفه هذا شوف تخيل من 155 الف صار 7000. شفت الجيجا كيف؟ ما ادري مو بس هو في اكثر من واحد. شوف احس صراحه شوف انت راك ذبحت جيشي عادي عوافي بس هذول يعني كنت انت تتحكم فيهم عرفت؟ ما يعتبرون جيش. حقته تفداك هذا اذا تقدر تشيله خذها. يلا ياسر اعطيك العافيه يعني على المحاوله. كانت حرب جميله صراحه والله. ما ادري شفت يوم ضربت انا بغيت اقتل الكوتز حقك وانت بديت الحرب تدري اني توهقت جاني كول داون ما اقدر اضرب الضربه مره ثانيه الا بعد 25 ثانيه. او ماي جاد. اي والله واقعد انتظر على اعصابي قسم بالله. والله على اعصابي. بس الحمد لله هم اخوياي ضربوا الضربه اللي نفس حقتي. الله يقلع شكلهم والله براكي. يلا جي 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 جي. يا اخي براكي هذا مش نفس براكي اللي في لا 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 قصدك حق جراسك. هذول اقوى صح؟ اي هذول شوف الصيحه ذي حقته شوف شوف. اسمع هذه تنحش. تتا تدري اسمع 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 بسوي لهذا انكليم بس بدون حركات عادة بسوي له انكليم وشوف بنزل لك جيجا اوكي؟ خذها يلا. وشوف الجيجا ابغاك تضغط عليه ليفت كنترول تخوفه بس شوف كيف ينحاش الجيجا. يلا عطني يلا تعال هنا بس شوي عشان لا يصير مشاكل هناك. ما ابغى اوقف هنا شوفني قطه شوف بخليني يوتشر الله. يلا نحش اضغط ليفت كنترول كنترول ليفت كنترول. اوه كنترول اوكي. شوف بينحاش يا ابو التبوسورس ذا. شوف انحاش تخيل جيجا ينحاش جيجا. لا 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 عيب عليك والله جيجا ينحاش عيب عليك. شفت شلون ولد 35 ثانية ترى وشو ترى يطول النعش حقته كيف؟ ايه خلص التبوسورس ترى يطول. ايه خلي من التشون ذا شو احمد ياسر. كودي نتشون ذا شوي خلنا نروح للدسكورد. اوكي ياسر يعطيك العافيه صراحه على المحاوله. الله يعافيك. اي والله صراحه السيرفر ممتع لكن مشكله الحروب كانت قليله شوي. مو قليله معدومه معدومه معدومه. شوف ان والله ما ادري انا اقول لك ليش عمر سحب الشيك فيصل سحب انت معك سلاسل ثانيه ما انت مركز هنا صح. ماخذ الوضع فري كذا ما ادري ماخذ راحتك شوي. تفكر الدنيا سهالات. انا قاعد هنا اجهز انتقام ماني بنايم انا ثاني قهر يا شيخ الواحد بعدين تركي دخل متاخر متاخر مره. فانا اشكر لك يعني صراحه شكرا صراحه يعني اكثر واحد استمتعنا معه في السيرفر هنا انت ياسر. الله يعطيك العافيه حبيبي كنت نفوز بس يلا ما راح تفوز. وين تفوز انت نايم لازم تشد حيلك زي كريستال ارك. بس شوف تفضل. احسن شيء في اللعب احسن حلقه في سلسلتي هذه محبستك.
مو مشكلة، أهم شيء إنك استانست وانبسطت. أوف أوف أخيرا يا شيخ خلاص أول حبسة دفعت الثمن. ترد الحبسة ذيك ما عليك ما عليك، ترد الحبسة حقت راجناروك ها. يا الله ذيك كانت حلوة. الله يسقى أيام يمكننا منو بنونت تستهبل. يا الله اي تذكر يمكن تجي احاول ازرفكم وانت في البيت وتصيدني، عاد اللقطه دي ما طلعتها ترى. يا الله كان المايك شغال حق اللعبه ما ادري كنت تسمعني انت. اي صدق اي اي انا جاي خلني اقول لهم، مره كنت جاي في راجناروك السيرفر القديم، ياسر كان في البيت انا ما ادري انه في البيت، ودخلت كذا من فتحه في السقف عنده بيت القديم اللي كان عند البحر، وانزل وابي ازرف ما ادري ايش ابي ازرف عنده اغراض وكذا، واتكلم انا قلت اوكي خلنا ندخل عند ياسر، شيل له ياسر اثر كان يسمعني. كنت تسمعني انت صح؟ اي انت شغل مايك لعبه كنت ما كنت مشغل اصلا، بس يمكن عاد منو يمكن منو ماني مركز مش بقير انا بعدك كلنا انا وياك والله كنا مساكين اي والله. ويجي ياسر كذا جالس يمشي يدور يشوف من هذا اللي يتكلم ويصيدني، عاد انا قفزت من فوق ما عاد قدرت اطلع. سامحتني صح ذاك اليوم؟ اي سامحتك. طيب بقول لك اعتراف ثاني، تدري اول ما بدينا سلسلة راجناروك كنت ازرف دروعك دايم. تكفى. اي والله تكفى يا احمد. والله كنت اجي البيت القاك كذا مدرع اخذ دروعك وامشي. كنت جارك كنا جيران اي، وعبد الله بعد وندد كنت راح ازرف. كان يفصلنا بحر بس بحر نهر صغير. شو اسوي والله عندك ملابس انا ما عندي مسكين كسر علي. والله ايام يا اخي والله ايام حلوه كانت منوبه. يبيلا تدري ايش يبيلا؟ يبيلا نشوف مقاطعنا قديم نضحك عليها شوي. اي والله اقسم بالله منوبه الف بهبل. يا ساتر تدري اني اول حرب اول حرب لي هجمت اسمح مع فارس جايب معاي وشو؟ سلاحف اهجم عليه تخيل. سلاحف هو جاي بك المنتل وقال لي دقيقة أنا بسلاحف انجد. ايش فيني طح؟ أنا كنت أهجم على صالح بذولاك اللي ينامون في الصباح وجايبهم في رفتس في الصباح. ما كنا ندري يا أخي ما وصلوا وأجيب لفلات 190 سبدة أيام. من ذا؟ سلاح أنت سلحت أنت اللي سلحت روح بس. والله أنت سلحت أنت والله ولا دلد ابلح بس هذه ختامية فجرت وجهك والله يا حليلة ياسر. والله لحظة هذه تصلح كذا تصلح صورة والله. ياسر كلمة ختامية. هلا والله ديجي كلمة ختامية للمتابعين بعد الوعي في المستقبل. اوكي لا 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 ما في شيء ما في شيء. يلا يعطيك العافية صراحة ما قصرت. يلا يعافيك الله يعافيك وان شاء الله نشوفك في سيرفرات اخرى بإذن الله. اي خدمة تبغى تقتل لي شيء تنتقل كذا ودي صراحة صدق والله انا اوريك. امزح في ما يصفر ذا صفر سلح جوك 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 جوك